ترأس اليوم وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ترأس أشغال الملتقى الوطني الأول لإطارات التجارة والذي خصص لبحث استراتيجية الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستند إلى مبدأ حماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتأكيد على ضرورة دعم الإنتاج الوطني ومكافحة المضاربة ورقمنة القطاع بدءا من السجل التجاري الإلكتروني إذن الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. سهيل حريرية تفصل أكثر. الاجتماع الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع ركز على استراتيجية الوزارة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستناد إلى مبدأ حماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وسلامته في كل الإجراءات المتخذة. أول اجتماع كان اجتماع أول لقاء مع منفذي سياسة الدولة لأنها تمشي القاعدة وعلى أساس لأن احنا نجمو نقرر ونمدو مراسل وندو، لكن التطبيق عند هاد الموظفين اللي هم على مستوى الولايات المراقبين إلى آخره إلى آخره. أولا تشجيعهم للعمل في إطار قوانين الجمهورية في حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني. وزير القطاع شدد على ضرورة التصدي للمضاربة والاحتكار خاصة ما يتعلق بالنوادي المدعومة ووسعة الاستهلاك، وتوعد بإجراءات ردعية صارمة للمخالفين. كل نخدم مع بعض لإطار صيانة اقتصاد الوطن وحماية المواطن سوسون نو بارتنر السانكسيون كوليكتيف يفو سوليواني مش انه نلقى في 100 تاجر دار غلطه نمشي نعمم العقوبه على 99 اخرين، لا بالعكس دوك 99 نرفعهم فوق راسهم. وعلى هامش الملتقى تم تنصيب مدير جديد للوكاله الجزائريه لترقيه التجاره الخارجيه.